اما هلا سلمى بفقرتها اللي بتحمل يمكن شكل كثير حلو، نكهه كثير طيبه بمشروع كثير حلو ومميز من ام سوريه طبعا وبنتها يلي اختاروا هي الفكره الحلوه، هي فكره المونه، مونه البيت اللي كلياتنا بنحبها وكلياتنا يمكن نحرص انه تكون متنوعه ويمكن لها اصناف كثير كبيره، فده حلو سلمى هي الفكره. اكيد فرح، ويمكن كل صبيه وكل حدا بيتمنى يكون بيعرف يعمل مونه بيت بشكل مميز. واذا بنزور البازارات عاده اكثر شيء الطاولات اللي فيها الاكل البيتي بتلفت نظر الناس وبنسأل انه شو المميز وبنحاول نجرب لندوق الطعمه، في طعمات اكيد بندوقها ما بتنسى. اليوم رح نتعرف اكثر على مشروع كوكيدو اللي هو مشروع المونه المنزليه مع ضيوفنا لليوم. اكيد نرحب بالسيده لورانس قازان، هي مؤسسه مشروع كوكيدو للمونه المنزليه وبنتها الانسه مريانا الاحمر المسؤوله عن قسم التسويق بالمشروع. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك. اهلا فيكي. صباح الخير واهلا. جوعتونا عند الصباح كثير جوعتونا. نبدا من عندك مدام لورانس، هي الفكره الحلوه، اول شيء خلينا نقول كيف بلشت لحتى تكون هي مشروع، يعني نحن متعودين انه ربة المنزل او ست البيت دائما بتحرص انه يكون بيتها مو ناقصه شيء من المونه، اما يكون مشروع ويتسوق له فهي فكره كثير حلوه. اول شيء انا بدايتي بعمل اكل، كنت اتعامل بالاكل ومن شي 15 سنه، بعدين بلشت بالشراب، كل شيء عصير انواعه، وبعدين بلشت مربيات، بعدين طور حالي شوي شوي سوي يعني كل شيء، وكل شيء انه بينحفظ لمده سنه يعني. حلو، يعني بلشتي هيك الخطوات شوي شوي. ايمت انضمت لك مريانا وكيف بلش هذا المشروع هيك يكبر وياخذ هالاسم اذا فينا نقول، باعتبار هي مسؤولة التسويق فحتحكي لنا بقى عن هالتفاصيل. صح ايوه تمام. هلا هي من زمان تشتغل ماما بالمونه والكل يشجع انه يحبوا الاكل اللي تعمله هي، فانا قلت لها ليش ما يكون هذا الشيء، يعني هو مشروع صغير نبدا منه بعدين يكبر شوي شوي، وكنا بنعرف قديش الماركتينج والسوشيال ميديا هلا بهالفتره عم بتساهم بهالشيء، هي اللي عم تساهم بهذا الشيء، يعني اليوم يكون عندك احسن بضاعه ما فيكي انك تنجحي اذا ما كان في ماركتينج او تسويق صح، وخصوصا على السوشيال ميديا وخصوصا المشاركه بالبازارات والمعارض، هذا الشيء كثير كان مهم بالنسبه لنا. فمن شي سنتين تقريبا بلشنا نعمل اسم وبلشنا نعمل باكيجينج للمونه اللي عم تساويها ماما وبلشنا نكبر شوي شوي. خبرينا مدام لورانس شو بتتضمن المونه، شو هي الانواع سواء شراب او حتى ماكولات اللي بتنحفظ مثل ما قلتي لمده سنه، والشيء المميز اللي نحن لازم نضوي عليه ما فيها اي شيء من المواد الحافظه يعني صحيه 100%، فخلينا نحكي عن هذا. اول شيء الشراب اكيد بده غلي، بده نظافه لتحفظي، والاشياء المونه بنعملها على طريقه اجدادنا مثل مربيات مثل اشياء، يعني كل شيء بيختص بالبيت مونة البيت، انه بنحافظ عليها بالشمس ونظافه اهم شيء. شو الانواع؟ خبرينا شو الانواع. الانواع شراب توت، شراب ورد، شراب ليمون، برتقان وليمون، بعدين شراب الكرز، مربيات من انواعها. حلو. كومبوت من انواعه. كل شيء، حتى الفاصوليا مع بندورة مع كمان نحفظها للسنة، المخلل من أنواعه نحفظه للسنة كمان، حار وحلو حسب الرغبة كمان. الحار والحلو عم بقول حسب الرغبة. كله كل شيء يعني بيختص بأشياء البيت اللي كانوا أيام زمان يعملوا، عم نعيده يعني أكيد. بس عم خلينا نحكي شوي، هي شو؟ هي صوص حبق. صوص حبق، يعني اليوم اهم شيء مثل ما قلتي انه هي قديش الفتره اللي بتضاين، نحن هلا بنعرف ما في كهرباء كثير، ففي كثير شغلات عم تنتزع بقلب البراد، في ناس عم بتعاني بقصه المونه انه انا ما عم بقدر مون، مثلا اجى موسم البازيلا ما قدرت مون بازيلا، اجى موسم النخيل نفس الشيء، فخلينا نحكي شو الطريقه اللي هلا عم تشوفيها واللي هي يمكن اجدادنا كانوا يسووها زمان، كنا نسمع عن النمليه وغيرها غيرها من الشغلات اللي كانوا يعملوها لحتى يحافظوا على الاكل اطول فتره ممكنه. ايه ليكي تسلمي لي، اهم شيء ما عم اقول لك رجعنا نتابع ايام اجدادنا، يعني الشغلات القديمه، الشغلات القديمه
اول شيء هيدا بداين 3 اشهر 4 اشهر هاد 4 شهور ايه بالبراد يعني بالفريزر في يحطوا الواحد بدايه بس باقي المواد يعني باقي المواد القديمه هي بتضاين سنه يعني مثل الشراب مثل المربيات كلها اكبر فيها مواد حافظه اصلا اللي هي السكر او الملح ما هو ميزه هاي المونه انه ما فيها مواد حافظه فهي اصلا معموله على الطريقه القديمه للضاين سنه بس صوص الحبق اللي هو البيستو صوص اللي هو اصلا ما في منه هون يعني العالم عم توصي منه من لبنان ليجيبوه فنحن هذا حبق كمان هذا حبق مجفف أيوة. حبق مجفف البيستو صوص هو اجباري ينحفظ بالبراد طيب خلينا نحكي شوي اليوم لما منشوف سوق الأعمال اليدوية من مأكولات وغيرها صار اليوم سوق كتير كبير والناس صار عندها هي الثقافة فعلا لحد تتجه عليه شو اللي بيميز هذا المشروع لحتى نقول استمرار انتشار أكتر تمام. شو حسيت إنه هذا الشيء ممكن يميز مشروعكم تمام هلأ أول شيء يعني أنا إذا بدي أقولك إنه إيه أكيد في كتير ناس عم تشتغل هيك صار في كتير ناس عم تشتغل مونة منزلية بس نحن عم ننافس بالجودة والجودة ما بتشمل بس الطعمة الطيبة الجودة بدها تكون محيطة بكل شيء بالشكل بطريقة العرض حتى بخدمة الزباين والتعامل مع الزباين حتى بميزة تنافسية جديدة دائما يعني دائما نحن في عنا أصناف جديدة عم نضيفها ما عم نوقف عند أصناف معينة يعني والأسعار في شرائح معينة ممكن أو هي متاحة يمكن لكل الناس تقدر تشتري هلا هي الأسعار انا ما فيني اقول لك انا بنافس بالجوده وبالسعر لانه انا متى ما بدي احافظ على جوده عاليه في سعر معين في سعر انا ما بقدر انزل عنه لحتى الجوده تضل محافظه على هاي الجوده نفسها فاليوم السعر معتدل السعر هو على يعني مثل كيف بدي اقول لك انه هو على هاي الجوده كثير منيح واسعار تنافسيه اكيد يعني نحن بنعرف انه هاي مثل ما قالت فرح يمكن صار في كتير ناس تشتغل هذا الشيء وبيختلف حتى طريقة التسويق نفسه يعني اليوم إذا بدنا نشوف كيف مغلفين اللوجو اللي اخترتوه كل هاي التفاصيل خليني أسأل كوكيدو شو يعني كوكيدو هي طبخة بالإسباني بما أنه هو بلش أصلا مشروع طبخ حتى أول ما بلشنا من سنتين بالشام كمان كان هو وجبات طبخ للطلاب بلشتوا طبخ بعدين صرتوا مونة بعدين بلش فهو كوكيدو بالأساس طبخة بالإسباني بعدين ضفنا له مونة أند مور لأنه بلشت أعمل شيء بيختص بأنه إذا حدا بده يأخذ هدية من عنه حلو كبوكسات يعني مهدومة. تنسيق بوكس مكتوب عليه الاسم ممكن أو فمونة أند مور لأنه هو في شيء على الإنترنت إذا بدك تهدي إذا متخانة أنت وحبيبتك خدلها هي أحلى هدية صار ممكن خدلها شوية شوكولا شوية فهلا إذا واحد مزعل مرته يفتلها بجهد مونة هيك عم تهلا ده صندوق كرمال هيك صار مونة أند مور لأنه هو أكتر من مونة أنا بالنسبة لي هو صار أكتر من مشروع مونة تمام بتدخلي شوي بالطعمات بتعطي رأيك بالطعمات أو اختصاصك بس الناحية الجمالية لا أنا بدوق الطعمات كله طيب بس ما بتساعدي كله طيب كتير مهم إنك تحافظي على نفس الطعمة دائما يعني يكون أنت خلص العالم تعودت على طعمة معينة ما بصير إنك كل فترة تغيري لهم فلا صحيح. الطعمة المفروض تضل هي نفسها النظافة هي نفسها دائما نحافظ على خط معين ما نزيح عنه اكيد كمان مدام لورانس يعني خليني اسال شوي هلا هدول الصوصات اللي حكيت عنهم هن شغلات جديده يعني سابقا ما كانت الناس تعرفها او تعملها ممكن شو في بهارات بقلب البيت بنستخدمها شو في شيء بالطبيعه بنعرف طبعا الاماكن الجبليه مشهوره بهدول التوابل فبتستخدمها هلا صارت اساسيه تكون موجوده واسعارها بالسوق كثير غاليه يعني مثل ما قالت حتى في البعض ما بيلاقي فبيضطر يجيب من لبنان احيانا توابل فانت عم تعملي هاي الخلطات هلا انا شايفه هي صوص الحد صوص البيتزا فخلينا نحكي عن هي الشغلات الجديده اللي صرتي عم بتدخليها بطريقه المونه هلا ني اول شيء بلشنا نعمل صوص البيتزا فينا نعمل بتنجان مشوي بالقطرميزات ويضل للسنة يعني فيك للمتبلات فينا نعمل اشياء مثلا صوص الحبق هاي شغلات غريبة شوي ليمون مربى الليمون كمان يعني كل شيء كل مرة حمطتني كل مرة بعمل شيء جديد
يعني كل مرة عندي فكرة جديدة. كثير حلو. أنا بما أني يعني شغلتي الطبخ وهيك على طول بجرب، يعني بحاول جرب، بعرف الطعمات. نيالهم شو بيدوقوا معنا بالبيت، نيالهم. خلينا اياك يا اكيد بدنا نقلكم شكرا كثير على وجودكم معنا. فتحتوا نفسنا هلا انا وسلمى، حنطلع نفطر فورا بس نخلص الحلقه. شكرا، موفقه كثير مدام لورانس، وموفقه يا رب بهذا المشروع الحلو المميز اللطيف. خلينا نقول اليوم كلياتنا قادرين نعمل مشروعنا الخاص طالما في هي الرغبه والمحبه اللي شفناها عند المدام. طبعا خلي ليك يا رب كلكم ذوق لكم، وميرسي. ومنتشكر مدام رنا كمان، مدام رنا طباع ببازار ألوان سورية، كان مشاركتنا فيه هي فتحت لنا مجالات أوسع. أكيد أي شخص داعم نحن كمان منتشكره بدون. شكرا لكم، شكرا لوجودكم، كلكم ذوق. ميرسي.